للحديث عن الإصابات بفيروس كورونا من جديد في الصين والانتقادات العالمية لها، معنا من لندن عبر سكايب الدكتور عرفان يونس الشمري. دكتور عرفان، مرحبا بك. مرحبا بك أخي العزيز، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. يعني عودة فوضى فيروس كورونا للصين مرة أخرى، يا ترى ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ بالبداية هنالك زيادة ملحوظة في عدد الحالات مؤخرا في الصين يعزى إلى حصول طفرة وراثية، هذا ما أكده الكثير من علماء المايكروبيولوجي، علم الأمراض، عفوا علم الطفيليات. أكيد هنالك طفرة وراثية. الصين اعتمدت على سياسة مغايرة لما اعتمدناه هنا في بريطانيا. التلقيح بدأ من الأعمار الكبيرة نزولا إلى الأعمار الصغيرة، بينما الصين لقحت البوبليشنز أو الناس مالتهم أو عدد الأفراد بالبداية من الشباب إلى عمر 60، تركوا الأعمار الكبيرة. وبالتالي الآن اللي حصل في الصين هو الإصابات والوفيات ما بين كبار السن، وهذا بسبب وجود حالات أخرى أيضا، يعني أمراض أخرى ساعدت على حصول إصابات وبالتالي حصول مضاعفات، وبالتالي كثرة عدد الوفيات في الآونة الأخيرة وصلت إلى أكثر من 32 ألف حالة وفاة. نعم. في هذه الحالة، الأعداد الحالية التي تنشرها الصين، هناك تكتم على المعلومات التي تنشرها الصين، لماذا برأيك؟ يعني هناك مبررات أنه تريد الانفتاح الاقتصادي ويعني عجلة الاقتصاد وإلى آخره، هل هذا الأمر يعني مبرر لحجب المعلومات الحقيقية؟ بالتأكيد أخي العزيز، الصين لديها علاقات اقتصادية مع كل دول العالم، وهذه العلاقات ستتأثر في حال حصول جائحة جديدة للإصابات أو بمرض كوفيد. المشكلة أنه الصين هذه هي سياستها هي إخفاء الحقائق، وبعدين وراء فترة لما يبدي الفيروس ينتشر في كل دول العالم، راح تبدي الصين تظهر مجموعة من التقارير على أنه زاد عدد الحالات في هذه الفترة أو في تلك الفترة. هذه هي سياستها. وللأسف يعني الآن إحنا في بريطانيا بلغنا بأنه أي مريض يوصل إلى الطوارئ وهذا المريض عنده أعراض الكوفيد يجب أن يسأل فيما إذا كان قادم من الصين، لأنه نتوقع حصول طفرة جديدة في فيروس كورونا. هل هذا الإجراء الإجراء الدولي، هناك دول كثيرة منعت دخول المسافرين القادمين من الصين إليها، هذا الإجراء هل تراه مبالغ فيه؟ هل تراه كافيا؟ بالتأكيد أخي، هذا الإجراء ليس مو مبالغ فيه نهائي، لأنه إذا ما تم السيطرة على الفيروس فسيشهد العالم كارثة وبائية أكبر من الكارثة التي حلت بالعالم من 2020 إلى 2021، لأنه ما ينعرف نوع الفيروس اللي هو النوع الجديد من الكوفيد، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اللقاحات الصينية أثبتت عدم كفاءتها، لأنه استخدامنا إلى لقاح موديرنا ولقاح فايزر ولقاحات جونسون أند جونسون، هذه اللقاحات أعطت كفاءة في مقارعة الأوميكرون اللي هو الأغلب الإصابات اللي قاعد تحدث الآن في أوروبا وفي بريطانيا بالتحديد هي بسبب الأوميكرون، لكن هذه الإصابات تمت السيطرة عليها بسبب اللقاحات. الصين وقفت باللقاحات إلى الجرعة الثانية، وقسم من عندهم أنطوهم الجرعة الثالثة لكن لم يعطون أربع جرع. إحنا الآن وصلنا إلى الجرعة الخامسة في كبار السن، وبالتالي الآن نشوف مرضى يدخلون عندنا بالمستشفى، يدخلون إلى الطوارئ عندهم إصابات بالكوفيد لكن ما يستوجب أنه يدخل إلى المستشفى يعني كعلاجات، نعطي علاجات ويروح يرجع للبيت، إلا إذا كان الكوفيد مصاحب لمضاعفات وهي ذات الرئة أو قلة الحركة أو المريض يحتاج إلى دخول بسبب كبر الكثير العمر. يتساءل دكتور، لماذا فشل العالم بالسيطرة على هذا الوباء، ولماذا لم يتمكن الجسم البشري من التكيف معه أو عفوا توليد مضادات له؟ يعني مثلا على سبيل المثال الصين،
هل هي متمسكة فقط باللقاح الصيني لكي يصل أعداد المصابين والوفيات إلى هذا الحجم الكبير وعودة فوضى كورونا من جديد؟ هل هو تمسك بنوعية اللقاح أم ماذا؟ لا، هو مو تمسك بنوعية اللقاح. اللقاح اللي صار بالصين إلا ميكانيكية معينة، وإلا إحنا نقول عن ميكانيزم أوبجكت، ميكانيكية معينة. اللقاحات اللي أصدرتها بقية دول العالم إلها ميكانيتها اللي تختلف عن بقية اللقاح. العالم مو فشل في احتواء هذه الجائحة، العالم نجح في احتواء هذه الجائحة. وبدليل على هذا قل عدد الحالات اللي تجينا للطوارئ. صحيح يجونا لكن مو مثل قبل بال 2021 و2020، يعني ما نقدر كنا نشوف حالات كثيره. لكن نشوف ايضا في نفس الوقت مع الكوفيد نشوف ايضا انفلونزا. سو الانفلونزا ايضا هي احد الفيروسات اللي هي صارت موجوده من زمان، وايضا قاعد يعاد الانسان ان يصاب بهذا الفيروس بين فتره واخرى، يعني بين فتره واخرى في تغيرات الجو المناخيه اللي هي تغيرات يعني بالشتاء. الان اصبح هذا الكوفيد حال الانفلونزا. السيطره عليه ما تتم الا عن طريق اللقاحات المنظمه. قد يتهم البعض هذه اللقاحات بانها جاءت لابراز شركات على شركات. لا بالعكس اخي العزيز، احنا قاعد نشوف حالات مميتة جدا لمرضى أصيبوا بالإنفلونزا ومرضى أصيبوا بالكوفيد. إذن التعامل مع الحالتين هو تعامل مشابه. الكوفيد تمت السيطرة عليه لكن يحتاج إلى وقت حتى يبني الجسم مضاعفاته، يعني عفوا يبني الجسم الدفاعات الحقيقية بمرور الوقت. طيب، هنا هذا الإجراء الدولي بمنع المسافرين الخارجين من الصين من الدخول لهذه الدول، هذا إجراء هو إجراء مهم جدا، ولكن هل هناك استعدادات أخرى في إطار الوقوف بوجه هذه الجائحة التي لم تزل ومنذ 3 سنوات يعني على مستوى منظمة الصحة العالمية مثلا؟ أنا دائما أقولها أنه هذا الفيروس أثبت، انتشار هذا الفيروس أثبت أنه غالبية البشر يفتقدون الى اصول النظافه الطبيعيه، يعني النظافه الصحيه، يعني النظافه العامه. هذا ينتشر في التجمعات السكانيه. يعني احنا راح نخشى على هذه، على دولنا العربيه اللي بيها مناسبات دينيه كثيره، راح يزيد تزيد هذه الاصابات بعدم وجود الماسكات، بعدم وجود احنا نقول عليها الموانع ما بين شخص واخر. هذا المرض اللي قاعد يصير هو انه كل الاحتياطات التي يجب ان تحصل هذه مرهونه بسياسه الدوله. اي دوله تحافظ على مواطنيها من خطوره انتشار هذا الفيروس، لانه هذا الفيروس اثبت او ادى الى يعني الكثير من الاخفاقات في النظم الصحيه في كثير من دول العالم، والكثير من دول العالم الان تعاني من شده وطاه هذا المرض على نظامها الصحي، انهك النظام الصحي في كل دول العالم. فاي دوله، انا في رايي اي دوله تسوي اي اجراء صحي او اي اجراء وقائي فهي من حقها، لانه تريد تحافظ على نظامها الصحي وتريد تحافظ على بنيانها الداخلي، لانه الان هنالك ازمه كبيره صحيه في بريطانيا كلها بسبب الكوفيد. يعني ما قاعد يعني قاعد نشوف مرضى كثير والطوارئ مكتظه، هي بسبب انهاك النظام الصحي في بريطانيا. من لندن عبر سكايب الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لك.